كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد، يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. ويدل على مشروعية صلاة الخوف قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أن تقصروا من الصلاة من أي صلاة؟ الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولذلك علق بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض مع الخوف أبيح ماذا؟ القصر الجامع لهذا ولهذا. فالآية تناولت الأمرين: ضربتم في الأرض، وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ضربتم يعني سافرتم. فإذا تناولت السببين معا. والقصر ليس شرطا فيه اجتماع السببين، ليس شرطا فيه اجتماع السببين. إذا انفرد السفر يبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف يفيد قصر العمل، وإذا اجتمع معا فإن ذلك يفيد قصر العدد وقصر العمل. فهذه الآية مرة أخرى أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر فإنه يبيح قصر ماذا؟ العدد. وإذا انفرد الخوف فإنهما يفيد قصر العمل، وقد يجتمعان معا. يعني تصلى صلاة الرباعية، تصلى ثنتين، هذا قصر العدد، وأيضا هنالك قصر في العمل سيأتي توضيحه. صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر، يعني هل يمكن أن تصلى صلاة الخوف في البلد؟ الجواب نعم. قد يحاصر العدو البلد، قد تحدث حرب في البلد. من زمان ما كان يتصور حصار، يعني حدوث حرب في البلد، إلا إذا جاء العدو. الآن الصواريخ والمقذوفات بعيدة المدى تصل إلى البلد حتى لو ما حضر العدو، فقد يقصف العدو البلد وهو في بلده، يعني العدو، دون أن يتحرك لحصار وما شابه ذلك. فالآن الحياة المعاصرة بما فيها من تغير الآلات الحربية والأسلحة المتطورة والتكتيكات العسكرية الحديثة في القتال تعطينا أبعاداً أخرى للعملية. يعني مثلاً هنالك الصلاة في الغواصة، الصلاة في البارجة الحربية، الصلاة في الدبابة، الصلاة في الطائرة ذات المقعدين. في كيفيات الآن في صلاة الخوف، الجماعة في الخوف، حتى أثناء المسايفة. يعني من زمان إذا التحم الجيشان يمكن ما تتخيل صلاة جماعة أثناء التحام الناس في الضرب بالسيوف، لكن الآن يمكن أن تتخيل في أثناء الالتحام صلاة جماعة داخل دبابة أثناء الاشتباك. المقصود أن تطور الأسلحة والتكتيكات العسكرية ونوعيات الحرب الآن يجعل تصور بعض الحالات التي لم تكن سابقاً موجودة حاصلاً الآن. وهذا يستدعي من الفقهاء نوعاً من الاجتهاد والتفكير، كيف ستتأثر التكتيكات العسكرية الحديثة أو الأسلحة المتطورة، ما هو تأثيرها على صلاة الخوف وأداء صلاة الخوف.
قال ابن قدامة رحمه الله: صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، وهذا عام في كل حال. إذا صلاة الخوف ليست خاصة في السفر، صلاة بالسفر ممكن تؤدى في الحضر. وإذا كانت صلاة الخوف في السفر تصلى ثنتين، فكم تصلى صلاة الخوف في الحضر؟ أربعا، الظهر أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعا، لكن ستختلف الكيفية، فليس هناك قصر عدد في صلاة الخوف في البلد. لكن إذا صليت صلاة الخوف في السفر لأنه سفر سيكون هناك قصر عدد. وعدد ركعات صلاة الخوف هو عدد ركعات الصلاة المفروضة عند عامة الفقهاء، ولذلك قلنا صلاة الخوف ليست صلاة مشروعة لأجل الخوف، يعني أن للخوف صلاة تخصه، لا، وإنما هي الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس حال الخوف كيف تؤدى، الصلاة المفروضة حال الخوف كيف تؤدى. والاختلاف هو في كيفية الأداء فقط. قال ابن قدامة رحمه الله: الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعا. وقال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، كما قال النووي بشرح صحيح مسلم. وذهب بعض السلف إلى أن صلاة الخوف ركعة واحدة عند شدة الخوف يعجز عن صلاة ركعتين، يروى ذلك عن ابن عباس. وروى مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، لكن هذا رأي خاص ابن عباس رضي الله عنه، الجمهور على خلافه، بل تأولوا حديث ابن عباس هذا أن المراد بكلام ابن عباس وفي الخوف ركعة يعني ركعة مع الإمام وركعة أخرى منفردا. وقد جاءت هذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة.